بيان إلى الرأي العام. ما زالت دولة الاحتلال التركي مستمرة بقصفها على مناطق شمال وشرق سوريا مستهدفة المنشآت المدنية والبنى التحتية بالإضافة إلى المدنيين والعسكريين، ويتزامن ذلك مع إعطاء لعاز من قبل المخابرات التركية لخلايا داعش الإرهابية لتكثيف هجماتها ضد قوات سوريا الديمقراطية والمؤسسات المدنية التابعة للدار الذاتية. ونحن بدورنا كمجلس شباب حزب سوريا المستقبل ندين الهجمات التركية وقصفها المنشآت المدنية والحيوية وقطع لقمة العيش لشعبنا، وندين استخدام اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا كوسيلة للمساومة وكورقة تستخدمها تركيا من أجل الحصول على بعض المكاسب. والكل يعلم الاجتماعات التي عقدت أخيرا بين الأطراف الثلاثة روسيا وتركيا والنظام السوري، وكل هذه الاجتماعات تهدف لنيل من صمود شعبنا. ونحن بدورنا ندين التهديدات الأخيرة من قبل النظام التركي بقصف أهداف اقتصادية تابعة للإدارة الذاتية، وندعو المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالوقوف بوجه هذه التهديدات ووضع حد لقرطسة النظام التركي والضغط عليه والوقوف لوقوف هجماته الهمجية على أراضينا.